من باب ما نسمع من الحديث القدسي الذي يقول: الظالم جندي أنتقم به وأنتقم منه، أي أمريكا جندي أنتقم بها من صدام ثم أنتقم منها، قولوا لا. فهو كما كان انتقاماً للذنوب والعيوب الكثيرة المتفشية في المجتمع، هذا كلام السيد الوالد، فهو كما كان انتقاماً للذنوب والعيوب الكثيرة والمتفشية في المجتمع، يكفي أن نلاحظ ونلتفت أننا قصرنا اتجاه الإمام الحسين، والآن نقصر اتجاه الإمام الهادي سلام الله عليه في سامراء. فجاء رد الفعل في الحكمة الإلهية سريعا، أقول: لا تقصروا أمام الله، فاتركوا التوجيهات الدنيوية والسياسية المنحطة، واذكروا الله كثيرا. حبيبي، اذكروا أئمتكم صلوات الله عليهم أجمعين، اذكروا مراجعكم الناطقين، قدس الله أسرارهم أجمعين.